Là. Là. Là, 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 là. هو انا متابعاهم بس يعني انا ممكن اتكلم عن حمدي ووفاء. يعني حاساهم ان هم عيله لذيذه. هو ما بيعجبنيش انا شخصيا عشان انا بحب الشانل اللي هي بتعرض فكره انا استفيد بيها. لا 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 لا, لا. اعمل اللي انت عايزه بس انك انت ترعب بنتك وتخوفها وتجيب لها افرض جالها هارت اتاك ولا جالها اي حاجه. يعني مثلا اللي بيعجبني مثلا زي حمدي ووفاء بيعملوه اللي هو مثلا ممكن يعملوا مقالب. لكن في ناس بتشوف ان ده جانب ترفيهي, انا ممكن اقعد اتفرج على فيديو ابسط, اتفرج على مقلب ابسط, اكل بيتهم واطفالهم هما بيلعبوا. يعني شايفه ان هما بيقدموا محتوى جميل. لكن احمد حسن وزينب يعني لا 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 لا, جم في الاخر وبوظوا الدنيا خالص. يعني انا مش بتابع, بس المحتوى اللي بحبه مثلا المحتوى اللي له علاقه بالسفر والدول والسياحه والحاجات اللي هي فيها يعني حاجات غريبه كده. يعني بالنسبه لحمدي ووفاء هم طالعين بطبيعتهم فلازم نبقى متنوعين. واي نوت يعني ان احنا يبقى عندنا ده وده. لا دي ناس بتلم فلوس, ده حاجه مبتذله, حاجه لازم يبقى عليها سيطرة, لازم المجلس الأعلى للإعلام يدرج السوشيال ميديا تحت قوايمه. لكن زي أحمد حسن وزينب عارف لو محتواهم بجح شوية. إحنا بلد ديمقراطي جدا طبعا, ولازم نبقى عارفين إن في ناس هتعترض وناس هتوافق وهنتقبل كل ده.